حملة دولية جديدة نظمها ناشطون يمنيون وعرب وأجانب للتضامن مع الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والقاعدة. عام مضى وما زالت سجون الميليشيا تحجب ضوء الحياة عنهم في ظل تدهور حالتهم الصحية، خاصة مع دخول إضرابهم عن الطعام شهره الثالث. إضراب لم تستشعره الميليشيا بقدر ما فتح شهيتها بإحالتهم إلى النيابة واستمرارها في ممارسة التعذيب بحقهم في مشهد يكرس حالة العنف الذي تمارسه الميليشيا ضد سجناء الرأي. عنف متواصل دفع بناشطين محليين وأجانب إلى إدانة ما يتعرض له الصحفيون المختطفون، رافضين بذلك كل تبريرات الميليشيا الساعية إلى مواصلة خطفهم وتعذيبهم، مؤكدين استمرارهم في تنظيم وقفات احتجاجية إلى جانب مخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة الضغط للإفراج عنهم. تستمر معاناة الصحفيين اليمنيين في ظل سلطة الميليشيا على أمل أن يأتي الفجر الذي غالبا ما يمر بطريق الظلام.